طيب خليني بقى أسألك، ترتيب الحراس يظل كما هو، محمد الشناوي رقم واحد، مين هيبقى رقم اتنين ومين هيبقى رقم تلاتة؟ هيبقى محمد صبحي رقم اتنين إلى أن أحمد الشناوي يعني يسترجع كامل مستواه في الدوري وكامل جاهزيته النفسية والذهنية، وممكن يبقى أحمد الشناوي بعديه. وبعدين يعني يا إما صبحي رقم اتنين إلى أن يسترجع أحمد الشناوي، هيخش وهينافس محمد الشناوي، هيدخل وهينافس محمد الشناوي، تمام، لأن هو عنده خبرات وعنده لعب منتخبات، وربنا يسلمه من الإصابة يا رب، نمرة واحد. فأحمد الشناوي هيكون يعني له دور كبير في المنتخب في الفترة اللي جاية. والثالث هيبقى عواد، جبل قريب جدا، لو تألق في الدوري، جبل اللي عنده مواصفات كبيرة. نعم. في عامر وبسام عندهم فرصة، لهاني سليمان عنده فرصة، المهدي سليمان عنده فرصة، عمر رضوان عنده. كابتن أحمد حدد لي ثلاث حراس. أنا بقول لك لا، حدد لي واحد اثنين ثلاثة وبترتيبهم. واحد خلاص أنت قلت محمد الشناوي، اثنين أحمد الشناوي، ثلاثة محمد أبو جبل. محمد أبو جبل، مش محمد عواد ولا محمد صبحي. محمد عواد ممكن يخش معاهم، ومحمد صبحي بره. محمد صبحي اذا ما لعبش هيبقى بر. لكن انت شايف الشناوي اهلي، الشناوي بيراميدز، ثم محمد ابو جبل عشان سيراميكا. محمد ابو جبل في البنك، اسف، عشان بنك اهلي، عشان هيلعب، هيبقى موجود في الملعب. لو موجود في الملعب ورجع مستواه بتاع افريقيا هيبقى موجود. ده الترتيب الثلاثي بتاع منتخب مصر اللي بيختاره كابتن احمد ناجي. بس ده تاني يرجع عكرشه بقى من عواد وبسام والهاني. عواد لعب الدوري وبدا بشكل محترم جدا، ودول لاعبين بشكل كويس. عواد يبقى بره برضه؟ لا، ما يبقاش بره. طب يخش على حساب مين؟ احنا دايما بنختار اربعه كابتن احمد في الماتشات. انا دول الثلاثه يعني هتسافر بلجيكا باربعه ولا هتسافر ماتش بلجيكا باربعه؟ لو سافرت ثلاثه ودول جاهزين هاخد دول.